Madam Republic, you have the floor, sir. شكرا سيد الرئيس. أود أن أعبر عن ترحيب بلادي بتواجد السيد رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين بيننا اليوم. فلسطين التي حصلت بشكل متأخر جدا على صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وتحديدا بعد أكثر من 65 عاما على صدور القرار 181، وذلك كخطوة أولى على طريق نيل الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967. وهنا نطالب مجلس الأمن بالموافقة على طلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة غير المنقوصة في الأمم المتحدة، مع ضمان عودة كامل الحقوق الفلسطينية المشروعة بما في ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم فلسطين، وتعويضهم عن خسائرهم تعويضا عادلا وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948. سيد الرئيس، أكاد أجزم بأن الشعب الفلسطيني بعد فيض الاجتماعات التي عقدتها الأمم المتحدة على مدى كل تلك السنين الطويلة من عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، أكاد أجزم بأنه ينظر إلينا ونحن نجتمع هنا بعين الشك. كيف لا؟ كيف لا وما فتئ هذا الشعب يخضع منذ أكثر من 65 عاما لأبشع أشكال الاحتلال التوسعي العنصري؟ كيف لا وحملات الاستيطان الممنهج التي تقتل أي أمل في إقامة دولته القابلة للحياة لم تتوقف ولو ليوم واحد؟ كيف لا وقد مارست إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وتمارس بحقه أسوأ أشكال التمييز العنصري وأجسم الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي؟ كيف لا ينظر الشعب الفلسطيني بعين الشك إلى اجتماعاتنا الدورية الشكلية تلك في مجلس الأمن، وقد عجز هذا المجلس عن إنهاء مأساته واستعادة حقوقه المشروعة، وقبل المجلس بالتنازل عن جزء كبير من صلاحياته للجنة الرباعية المغيبة أساسا والعاجزة عن مجرد عقد اجتماع لها على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة، وذلك طبعا بسبب دعم بعض أعضائها المطلق لإسرائيل. سيد الرئيس، إذا أردنا أن نحافظ على ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة، وإذا أردنا أن نمنع فرص الحرب ونعزز فرص السلام في منطقتنا، فيجب أن تتوقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عن التعامل مع ملف حساس وخطير كملف الصراع العربي الإسرائيلي بشكل روتيني أو احتفالي بين الحين والآخر دون أي تحرك جدي يثمر نتائجا حقيقية على الأرض، كما يجب الشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء عجز الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها إزاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وهو عجز ناتج كما يعرف الجميع عن تعنت حكومات إسرائيل المدعومة دعما أعمى غير قابل للتبرير من قبل بعض الدول المتنفذة في هذا المجلس. ولقد لاحظنا سيد الرئيس بقلق شديد
قبل يومين أن الأمين العام في إحاطته عن أولوياته لعام 2013 لم يدرج مسألة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ضمن هذه الأولويات. وما يزيد من قلقنا اليوم هو عدم تطرق المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد روبرت سيري الجالس قربي، عدم تطرقه في إحاطته إلى المجلس إلى جزء أساسي وهام من ولايته وواجباته، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وذلك على الرغم من تحذيرنا له ولغيره من ممثلي الأمانة العامة بضرورة عدم إغفال هذا الجزء الأساسي من بند الحالة في الشرق الأوسط في إحاطاتهم. سوريا طرف رئيسي في هذا البند سيد الرئيس، والجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من هذا البند، ومن واجبات ممثلي الأمانة العامة أن يتطرقوا في إحاطاتهم إلى الجولان السوري المحتل. لقد تجنب السيد المنسق الخاص في إحاطته للمجلس أي ذكر للجولان السوري، رغم أن ذلك يقع في صلب ولايته، لكنه أسهب في الحديث عن الوضع الداخلي السوري على الرغم من أن هذه المسألة ليست جزءا من ولايته. سيد الرئيس، أكثر من 45 عاما مضت على احتلال إسرائيل للجولان، إلا أن هذه السنين الطويلة لم تكن كافية لإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 497 و242 و338، وذلك لإنهاء احتلال الجولان السوري ووقف انتهاكاتها الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري ولحملات الاستيطان المحمومة ولرفض إسرائيل تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية، حيث أودت انفجارات القنابل العنقودية والألغام التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في الجولان أودت بحياة أكثر من 726 مواطنا سوريا، من بينهم 227 طفلا. وقد أحطنا عناية الأمانة العامة بكل تلك الانتهاكات، والتي كان آخرها إعلامنا للأمانة العامة بتزايد حالات خطف المواطنين السوريين من الجانب السوري من منطقة الفصل، فصل القوات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. لا بل وصل الأمر بسلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى حد تقديم المساعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل، وذلك لاستخدام وجود هذه الجماعات في المنطقة لتبرير بناء جدار عزل وفصل عنصري بطول 42 كيلومتر على طول خط وقف اطلاق النار في الجولان المحتل، وذلك استمرارا في محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليائسة لسلخه عن سوريا وترسيخ احتلاله. وهنا نطالب مجلس الأمن بشدة بأن يرقى إلى مسؤولياته وفقا للميثاق عبر اتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية العدوانية. إن القانون الدولي سيد الرئيس وأحكام ميثاق الأمم المتحدة تخول بلادي استعادة الجولان كاملا إلى حدود الرابع من حزيران 1967 بكل الوسائل، والجولان السوري سيعود إلى سوريا عاجلا أم آجلا، سواء قبل بذلك المندوب الإسرائيلي وحكومته أم لا. من المؤسف فعلا
أنه على الرغم من كل الجرائم الإسرائيلية الموثقة وعلى الرغم من كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتقارير لجان التحقيق الأممية التي توصف وتدين هذه الجرائم بشكل لا لبس فيه، فإن حكام إسرائيل وقادتها المسؤولين عن هذه الجرائم ما زالوا خارج دائرة المساءلة والمحاسبة الدولية نتيجة للحصانة غير الشرعية الممنوحة لهم من بعض الدول ضد كل تلك الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لقد شهدنا جميعا هذا الصباح مدى الوقاحة التي اتسم بها مندوب إسرائيل في بيانه الذي أوضح بجلاء انفصاله المطلق عن الواقع وتقوقعه ضمن حالة من الهذيان السياسي والهلوسة اللا أخلاقية والإنكار المرضي لحقوق الشعب الفلسطيني. واهم المندوب الإسرائيلي إذا اعتقد بأنه يستطيع تغيير أو تشويه حقائق التاريخ عبر بيان خطابي مليء بالأكاذيب والإنكار والدجل السياسي. وأنا أنصحه هنا أمامكم وأنصح كل من يريد الاستزادة في معرفة السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بقراءة هذا الكتاب The General's Son. It's a kind of biography written by the son of a famous Israeli general called Peled, Mati Peled. He is considered one of the Israelis' generals, the most prominent Israeli generals who participated at Israel's wars against its neighbors in 48, 56, and 67. Then this general, who passed away in 1995, converted to peace, and he became a peace activist in Israel. He speaks about the wrongdoings of the Israeli policies towards the Palestinian people as well as towards the Arabs in the occupied territories. By the way, this man lives in Israel. He is an Israeli citizen. But the book was published in Ramallah. The Palestinians gave authorization to publish this book. The Israeli government prevented this book from being published. سيد الرئيس، أجد نفسي مضطرا من جديد للتحذير من المحاولات المحمومة لبعض الوفود الهادفة إلى إضعاف المرجعيات التاريخية المعروفة لبند الحالة في الشرق الأوسط عبر إقحام مواضيع أخرى في إطار مناقشاته تهدف إلى إبعاد مداولاتنا عن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله هذا البند، ألا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية. وبناء على ذلك سيد الرئيس، فإنني لن أرد على الادعاءات والمزاعم الزائفة التي ساقتها بعض الوفود ضد بلاد سوريا خلال هذه الجلسة احتراماً مني للمبدأ ولكي لا أنفذ أجندة دأبنا على التحذير منها على مدى سنوات علماً بأنه لدينا الكثير الكثير مما يقال لتفنيد وضحض تلك الادعاءات التي ذكرتها وفود ذات الدول التي لم توفر جهداً لتصعيد الأزمة السورية عبر دعم وإيواء وتسليح الإرهاب والتطرف والتخريب في بلاد سوريا وإفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة في البلاد. وأخص بالذكر في هذا المجال كل من السعودية وقطر وتركيا، ولن أسهب أكثر من ذلك.
وسأكتفي هنا بالإشارة إلى أن الحكومة السورية قد طرحت مؤخرا برنامجا سياسيا شاملا لحل الأزمة الجارية في سوريا، حلا وطنيا عبر الحوار بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية. وقد تم تعميم هذا البرنامج بموجب الوثيقة S/2013/9، وبشكل موازن نحن ندعو كل من يدعي الحرص على حل الأزمة في سوريا حلا سلميا أن يتفاعل إيجابيا مع هذا البرنامج ويطرح أفكارا بناءة لدعم تنفيذه بدلا من التحريض على رفض الحلول السياسية ورفض الحوار الوطني، ومن ثم التباكي أمامكم هنا بشكل كاذب على عدم إحراز تقدم في المساعي المبذولة لحل الأزمة حلا سلميا بين أبناء الوطن الواحد. أخيرا سيد الرئيس، كم كنا نأمل فعلا بأن يكون أول بيان لزميلة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بعد بدء الولاية الثانية للرئيس أوباما، وكذلك بياني زميلي مندوبي فرنسا وبريطانيا، كم كنا نأمل أن تكون بياناتهم متوازنة وذات الصلة بالواقع السوري الحقيقي على الأرض ومنسجمة مع التزامات هذه الدول بموجب أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وبيان جنيف ومهمة الإبراهيمي. وبحيث تكون بياناتهم منفتحة على أولوية دعم آليات الحوار الوطني الرامية إلى حل الأزمة في سوريا حلا سياسيا سلميا بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية، تماما كما وافق على ذلك مجلس الأمن في قراريه المتعلقين بالأزمة السورية، وذلك بدلا من تأليب شريحة من المعارضة السورية ضد وطنها ومصالح شعبها، وبدلا من الدفع باتجاه المزيد من التخريب والإرهاب في بلادي. شكرا سيد الرئيس.